ملزمين نحن كدفاع ملزمين بالحفاظ على السر المهني، والسر المهني يجرنا الى القول بان المحامي لا يمكن له الادلاء بوحا بالتصريحات بما راج بجلسات التحقيق. هذا من جهه، ما يمكن القول عنه هو انه احنا الثقه ديالنا في القضاء ثقه كبيره، خاصه اننا انتصبنا كطرف كمطالبين للحق المدني باسم منظمه ما تقيش ولدي، وباسم احد الضحايا. ما دمت انا وامام ميكروفون موقعكم، اود ان اوجه رساله للاعلام، هو انه من المستحسن بل ومن الافضل عدم اخذ صور او تصريحات من عند الضحايا، حفاظا على وصونا وعلى هذيك الطابع الانساني ديال هذاك الطفل، خاصه ان احنا امام الدخول المدرسي وامام والاحتكاك بالتلاميذ ديالو من شانه بطبيعه الحال ان يؤثر على النفسيه ديالو. اذا كان شي تصريحات حنا كمنظمه او كدفاع ديال المنظمه حنا مستعدين للادلاء به فيما يخص في الحدود اللي كيسمح فيها القانون. بالنسبه للملف راه تاجل ل 20/9 اللي غادي نحضروا فيه ان شاء الله امام السيد قاضي التحقيق، ونتمناو ان تكون التأطير القانوني يتوافق مع فظاعة الافعال الجرمية اللي ارتكبها المتهم.